اذا عدنا لكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، هذه المره مع مؤطر ديال عمليه التخييم اللي غادي يقول لنا شنو هي الشروط القانونيه باش تولي مؤطر ديال الاطفال، ويتكلم لنا على الجانب القانوني باش تكون مؤطر معترف به. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكامل والصفه. اسم عثمان معروف، مؤطر تربوي بالمخيمات الصيفيه، حاصل على دبلوم مؤطر ورئيس جماعه الصياف. بدايه هذه مرحله مهمه ديال التخييم، لان المخيم كاد ان يعتبر عامل من عوامل التنشئه الاجتماعيه بعد البيت والاسره والمدرسه، لان المخيم كيشمل اللعب، كيشمل الترفيه، كيشمل التعلم، كيشمل كل ما هو تربوي. وبالتالي حنا الطفل في العطل الصيفيه ماشي كنمشيو يعني غير اللهو واللعب وكذا، لكن بزاف ديال المسائل، مثلا ورشات التنميه الذاتيه، ورشات المسرح، ورشات المعامل التربويه، كنخدموا معاهم كيفاش الطفل يكون اوتونوم، يعني يعتمد على راسو، يحاول يقاد الفراش ديالو. كنعاود نشوفو عاوتاني نديرو ليه لا بارتيسيباسيون مع لي زوطخ، المشاركة اللي معاه، يعني كيكون فاعل، وبالتالي كيجي يحافظ مجموعة من الأناشيد اللي هي تربوية وهادفة. بطبيعة الحال هاد العملية هادي كيشرف عليها مجموعة من الناس اللي كيتسماو الطاقم التربوي، لأن المخيم راه فيه المؤطر التربوي، فيه رئيس الجماعة، فيه المقتصد، فيه الممرض، فيه المدير، فيه المدير التربوي، يعني واحد الطاقم كيكون كيسهر على تنزيل البرنامج التعلمي التربوي التثقيفي الترفيهي اثناء المخيم. ماشي غير شي جماعه واحد 19 دري وديهم لشي مدينه وقولوا راني مؤطر. شروط المؤطر في النظام القديم، لان النظام دارت ليه الوزاره التعليم، في النظام القديم كانت التدريب الاول كيتسمى التحضيري ثم التكويني ثم دبلوم المدربين اولا رؤساء جماعات الصياف. وبالتالي انا كنقولها وكنأكد عليها، راه المؤطر كيدوز اسبوع ديال التدريب من طرف شكون اللي كتشرف على هذا التدريب؟ هذا كتشرف عليه الوزاره الوصيه، وبالتالي كدوز امتحان متفقين، وكتعطيك الوزاره واحد ديبلوم ولكن سون كاستي. كتمشي من بعد هذا التدريب كتمشي للمرحله التجريبيه، كتزاول يعني هذيك المهمه ديال التأطير داخل المخيم، وعاد رئيس المخيم هو اللي كيكاستي لك واش تم اجتياز هذه المرحله بنجاح ولا لا. وعاد كاين الدرجه الثانيه نفسي، وعاد كاين الدبلوم، ثم من بعد كاين التخصص، كاين اللي كتخصص بالاقتصاد، بالانشوده، بالمعامل التربويه الى اخره. وعاد كاين الدبلوم ديال المدربين ديال المديرين عفوا، وفوق من الدبلوم ديال المديرين كاين تكوين المكونين، يعني الوزاره كتعطيك واحد ديبلوم باش تولي تكون انت هذوك المؤطرين. يعني ماشي يجي يقول انا مؤطر، مؤطر عندها مراحل وعندها شروط وعندها ظروف ديالها، خص مراحل خصك تدوز منها. هذاك التدريب راه كتشوف فيه الشق النظري والشق التطبيقي، وكتشوف فيه كل ما هو قانوني وكل ما هو باش نختصروا ونخليو الناس كيتسناوك، لان راه مسؤوليه جسيمه يكون عندك 10 اطفال انت هو المسؤول عليهم. راه الا انت ناعس وتقى شي وليد انت هو المسؤول. نرجعوا للموضوع ديال البيدوفيل، ما عنده حتى شي علاقه بمؤطر هذاك السيد. شوف انا على حسب ما طلعت هذاك ليس مخيم صافي، وهاد المساله هذه حنا كنستنكروها، وهي كتجر لنا واحد الوابل من العار، يعني هذاك السيد خاصو ياخذ العقوبات اللي كيستحق. شكرا صحيح. شكرا. اذا كان معنا احد المؤطرين، صافي كان معنا احد المؤطرين اللي غادي يشارك في العمليه المرحله الرابعه ديال التخييم. انتم كتشوفوا كانوا كيتسناو الاصدقاء ديالو، لان العمليه غادي تنطلق، الحافله غادي تنطلق بالوليدات ديالنا في اتجاه احدى المدن المغربيه. كيف كتشوفوا كينددوا بالعمل الشنيع، العمل الجرمي اللي قام به الشخص الموقوف اللي ادعى بانه رئيس الجمعيه، وخذا معاه 19 طفل لمدينه الجديده، والحمد لله تمكنت المصالح الامنيه بمدينه الجديده من التوقيف ديالو على عجل من ارتكاب هذاك الجرم اللي ظهر احد الفيديوهات اللي بانوا على مواقع التواصل الاجتماعي. العمليه غادي تنطلق كيف كتشوفوا في هذه الاثناء، الحافله غادي تنقل الابناء الوليدات ديالنا اللي
اللي غادي يمشيو للمرحله الرابعه ديال التخييم. دعيو معاهم الله يديهم على خير، وشكرا للمؤطرين القانونيين، شكرا لوزارة الشباب والرياضة والثقافة على السهر ديالها وعلى تطبيق الصارم ديال القانون. البيدوفيل حالة استثنائية، حالة معزولة بين يدي القضاء، غادينا الجزاء ديالو لا محال. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.